عليه السلام طاعة الله. قال أبو أيوب الأنصاري: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمار بن ياسر: يا عمار، فإن سلك الناس كلهم واديا وسلك علي عليه السلام واديا فاسلك وادي علي وخلي عن الناس. يا عمار، إن عليا لا يردك عن هدى ولا يدلك على ردى. يا عمار، طاعة علي طاعتي وطاعتي طاعة الله عز وجل.